قمة مصرية أمريكية اليوم في جدة بين الرئيس السيسي وبايدن عقب القمة الأمريكية الإقليمية. السعودية والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية وتتفقان على توسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما. المرشحون لخلافة بوريس جونسون يلتقون في أول مناظرة تلفزيونية. السابعة صباحاً الخامسة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً ومرحباً بكم. قالت مصادر من البيت الأبيض لإكسترا نيوز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم السبت في مدينة جدة. وأضافت المصادر أن القمة المصرية الأمريكية ستعقد بعد مشاركة الرئيسين في القمة الأمريكية الإقليمية. مشاركة مصر المرتقبة في القمة العربية الأمريكية التي تعقد بالسعودية تأتي إيمانا بدور القاهرة المحوري إقليميا ودوليا، ولا سيما في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عمل منذ توليه الرئاسة على بلورة رؤية عربية موحدة مشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. المزيد في سياق تقرير التالي نتابع. توحيد الصف العربي لدرء المخاطر عن بلدانه نهج حرصت عليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك بوضوح مع جهود مصر لبلورة رؤية عربية موحدة بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي الرؤية التي ترجمتها القمم التي عقدها الرئيس السيسي مع القادة العرب خلال الفترة القليلة الماضية. ففي 19 من يونيو عقد الرئيس السيسي اجتماعا ثلاثيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسى في شرم الشيخ، حيث شدد القادة الثلاثة على أهمية تكثيف العمل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفي 21 من يونيو استقبل الرئيس السيسي العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، حيث أكد الطرفان توافق الرؤى المصرية السعودية تجاه قضايا المنطقة وأهمية العمل المشترك بين الجانبين في مختلف هذه القضايا. واتصالا بهذه الجهود توافق الرئيس السيسي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي زار القاهرة مؤخرا على ضرورة تكاتف وتضافر جهود الدول العربية وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة. الرئيس السيسي أجرى كذلك جولة خليجية في 27 من يونيو شملت سلطنة عمان والبحرين، حيث ثمن الرئيس السيسي مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين مصر وعمان حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء كل القضايا الإقليمية والدولية. وفي البحرين أكد الرئيس السيسي في مباحثاته مع الملك حمد بن عيسى أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي. كما تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن قمة جدة، ولأن القاهرة عاصمة القرار وقلب الوطن العربي فقد كانت محور لقاءات مهمة للقادة العرب المشاركين في قمة جدة، حيث تسابق مصر الخطى على صعيد التنسيق والتشاور الإقليمي والعربي لإعادة ترتيب الأولويات وتوحيد الرؤى والأهداف القومية المشتركة لمواجهة التحديات الملحة التي تشهدها المنطقة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
مشاهدينا، وردنا هذا الخبر العاجل، حيث يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، هذا فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار جدة كلا من ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد الخليفة ورئيس وزراء العراق مصطفى القاذمي في إطار المشاركة المرتقبة في قمة جدة، والتي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن مصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من مدينة جدة السعودية أنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه ناقش معهم ملف أمن الطاقة، ومعلنا عن مشاركة السعودية في مبادرة الطاقة النظيفة. نجري المباحثات بشأن أمن الطاقة في العالم وإمدادات ملائمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي، وسيبدأ ذلك قريبا، وأفعل كل ما أستطيع لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة الأمريكية، وأتوقع أن يحدث ذلك، والسعودية تشاطر هذا المطلب الملح، وأتوقع أننا سوف نشهد خطوات لاحقة في الأسابيع المقبلة. والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات. وعقب ذلك عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور مسؤولين من البلدين. وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه قد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، وأيضا مناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم. وقعت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية 18 اتفاقية ومذكرة تعاون على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، وشملت الاتفاقيات ومذكرات التعاون عدة مجالات أبرزها الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة.
أكدت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال العقود القادمة بهدف تعزيز مصالحهما ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام. جاء ذلك في بيان مشترك عقب مباحثات جمعت العاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الحالية إلى المملكة. وبحسب البيان فقد أكدت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية تعاونهما الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري لا سيما في ضوء الأزمة الراهنة في أوكرانيا وتداعياتها، مجددين التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية. وتبحث جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها قضية السلام وأمن الطاقة وكذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول المنطقة. المزيد عن تفاصيل الجولة في سياق العرض التالي مع الزميلة لما جبريل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية والتي تعد هي الأولى له منذ توليه رئاسة قبل عام ونصف العام، تبحث العديد من الملفات المهمة بين واشنطن ودول المنطقة وعلى رأسها قضية السلام وأمن الطاقة وكذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وحلفائها بالمنطقة. أولى الملفات التي حملها بايدن في زيارته للمنطقة هي قضية السلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يؤكد الرئيس الأمريكي أهمية التوصل إلى سلام يعم كل شعوب المنطقة وكذلك دعم واشنطن المستمر لسياسة حل الدولتين. ومع احتمالية طول أمد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها القاسية على كبرى اقتصادات العالم ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، جاء اهتمام الرئيس الأمريكي بزيارة منطقة الشرق الأوسط والتي تلعب دورا كبيرا في ضمان الاستقرار العالمي، حيث تعتبر منطقة مفصلية أساسية تربط جغرافيا الاقتصادات الرائدة في العالم. ويعتزم بايدن خلال زيارته إلى السعودية مناقشة سبل تعويض سوق النفط العالمي من الفاقد الروسي والسيطرة على ارتفاع الأسعار العالمية التي ضربت الولايات المتحدة واقتصادها بشدة ودفعت بمعدلات التضخم لديها إلى مستويات لم تسجل منذ أكثر من 40 عام. كما يحمل الرئيس الأمريكي أيضا معه في زيارته الأولى للمنطقة رسالة مهمة، وهي أن واشنطن مهتمة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة العربية، وهو ما سيتم بحثه بشكل موسع خلال فعالية القمة العربية الأمريكية والتي تعقد بالسعودية بمشاركة مصر وقادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن والعراق. ويقول محللون سياسيون إن بايدن يعتزم من خلال جولته الأولى بالمنطقة إلى تعزيز العلاقات بين واشنطن وعدد من الدول العربية وإعادة تقييم دور الولايات المتحدة لتصبح شريكا إقليميا في مجموعة من القضايا. كما تتطرق الجولة إلى بحث تعزيز وتوسيع التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الدفاع عن حرية الملاحة في الخليج العربي وكذلك أيضا ضمان أمن أسواق الطاقة العالمية وإطلاق حوار جاد مع دول المجلس لتنسيق السياسات بشأن القضايا الإقليمية. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأبرز الملفات التي تتطرق إليها جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة العربية. شكرا لحضراتكم. أعلنت وزارة الداخلية مدى فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يوليو الجاري. المزيد في سياق التقرير التالي نتابع. بعد الإقبال الكبير والمشاركة الفعالة من المواطنين، تم مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين
للاستفادة من السلع والتخفيضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. مبادرة ممتازة جدا، واحنا نشكر الرئيس انه هو عمل لنا المبادرة ديت. كل السلع الأساسية متوفرة وبكثرة وموجودة، يعني بعكس أماكن تانية كتير وبلاد تانية كتير يعني عندهم نقص في الحاجات دي. احنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتوفر لنا الحاجات دي وبأسعار كويسة، فربنا يخلينا سيادة الرئيس يعني. نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة، ونتمنى تطول أكتر من كده بكتير، نحن محتاجين سلع كتير منها. وفرة كبيرة في المعروض على شتى أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة في كل فروعها، بإجمالي 1002 منفذاً لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية التي أثرت على كافة المنتجات. احنا مجرد انطلاق مبادرة كلنا واحد واشتركنا فيها، عاهدنا الله وعاهدنا الشعب المصري ان احنا نرفع لعيب على المواطن البسيط، واحنا في مبادرة كلنا واحد مرحلة 22 مدينا المبادرة لحد نهاية شهر 7 وبتخفيضات تصل 60%. احنا مكملين بكل السلع المطلوبة للسوق المصرية كلها، موفرينها بأسعار مناسبة. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة ديت، لان احنا كل حاجة بنيجي هنا نلاقيها متوفرة بالنسبة للسلع والأسعار بتاعتها كويسة جدا. بنشكره ان هو حاسس برضو بينا بالمواطن بالنسبة للأسعار والحاجة متوفرة، مفيش حاجة ناقصة. وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافذها التي تصل لألف وستة وعشرين منفذاً ثابتاً ومتحرك، متواجدة في الميادين والشوارع الرئيسية المنتشرة في كافة المدن والمحافظات بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. أنا كنت داخلة بصراحة منفذ أمان عشان أجيب شوية حاجات من هنا للبيت، فلقيت مبادرة كلنا واحد بيوزعوا كراتين حلوة بخمسين جنيه وسعرها حلو قوي. هنا كل المنتجات وكلها أسعارها كويسة، فيها كل كماليات البيت، أسعار ممتازة كويسة مية مية، فرق عن السوق برة. وقد حرصت الوزارة على الإعلان عبر موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية على أماكن تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إليها بكل سهولة ويسر. وصلت وزارة الداخلية تواجد بمحطات الوقود ومواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمنع احتكار السلع البترولية وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لتعريفة الركوب الخاصة بالسيارات الأجرة، سواء على الخطوط الداخلية أو الخطوط بين المحافظات. فقد كثفت الوزارة من حملاتها الأمنية على مواقف السيارات بالمحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأيضاً على كافة محطات الوقود لعدم احتكار المواد البترولية أو التلاعب بأسعارها. كما قامت الإدارة العامة للمرور بمتابعة خطوط السير لضبط المتلاعبين بأسعار التعريفة الجديدة، والتنبيه على كل السائقين بضرورة الالتزام وعدم رفع سعر الأجرة على المواطنين. كما طالبت الإدارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تلاعب بالأسعار تصدر من أي سائق. ها
هذا وتؤكد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخالفات أو تلاعب بأسعار التعريفة بخطوط السير. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 19 طن ونصف الطن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 28 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 607 قضايا من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت 7 أطنان أقماح محلية. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أعلنت شركات طاقة أوروبية أنها باتت مضطرة للسحب من مخزونات الغاز الخاصة بها مما يقلل الإمدادات الموجودة والمخصصة لفصل الشتاء القادم والذي ستواجه فيه أوروبا أزمة قوية. وقالت شركة يونيبر للطاقة بألمانيا إن تخفيض كميات الغاز المخزنة كان ضروريا من أجل تزويد العملاء بالغاز وتأمين السيولة. يأتي هذا في وقت تقدمت فيه شركات الطاقة بطلب لإنقاذ إلى الحكومة الألمانية بعد مواجهتها ضائقة مالية شديدة بسبب ندرة الغاز وارتفاع أسعاره. فرضت الحكومة الكندية جولة أخرى من العقوبات على قطاع النفط والغاز والصناعة الكيميائية في روسيا. وذكر بيان الخارجية الكندية أن البلاد حظرت تقديم خدمتين صناعيتين إلى صناعات النفط والغاز والكيماويات والصناعات التحويلية الروسية، وأنها استهدفت قطاع التصنيع من خلال إضافة 8 صناعات جديدة إلى القائمة. وفقا للبيان يحظر على المواطنين والشركات الكندية تقديم عدد من الخدمات للجانب الروسي بما في ذلك خدمات تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات والحواسيب وغيرها من القطاعات. قال وزير النفط والطاقة النرويجي تيري أوسلاند إنه إذا لم يتم تشغيل خط نقل الغاز السيل الشمالي بعد الفحص المخطط له فستكون لذلك عواقب وخيمة على أسعار الكهرباء في النرويج. وحذر الوزير النرويجي من أن أسعار الطاقة الكهربائية قد ترتفع بشكل كبير جدا. يشار إلى أن خط نقل الغاز المذكور يخضع للصيانة حسب الخطة والتي ستستمر حتى 21 من يوليو، وبسبب ذلك توقفت عمليات توريد الغاز الروسي عبره إلى ألمانيا.
مجرى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أول مناظرة تلفزيونية بينهم، وجاءت المناظرة وجها لوجه في وقت تزداد فيه المنافسة بين المرشحين شراسة، ولا يزال هناك 5 منافسين في السباق الذي انطلق عقب الإعلان الخميس الماضي عن استقالة جونسون. وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية بيني موردنت ووزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادنوش والنائب توم توغاندهات من مناقشة رؤيتهم على القناة التلفزيونية البريطانية الرابعة. تخطت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في اليابان مستوى 100,000 حالة للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، لتتضاعف عما كانت عليه قبل أسبوع. ودخلت اليابان في موجة 7 من الإصابات بفعل السلالة BA5 من المتحور أوميكرون شديد العدوى، مما دفع الحكومة إلى التوسع في نطاق الأفراد الذين يمكنهم الحصول على جرعة رابعة من اللقاحات ليشمل كل العاملين في المجال الطبي والعاملين في دور رعاية المسنين. حذر مكتب الأرصاد الجوية البريطانية من أن حياة المواطنين قد تكون في خطر من ارتفاع قياسي جديد لدرجات الحرارة هذا الأسبوع. وتوقع خبراء الأرصاد تجاوز درجات الحرارة مستوى 38 درجة مئوية لتصل موجة الحر الحالية إلى ذروتها الثلاثاء المقبل. ختام نشرة السابعة، وإليكم أبرز ما جاء فيها. قمة مصرية أمريكية اليوم في جدة بين الرئيس السيسي وبايدن عقب القمة الأمريكية الإقليمية. السعودية والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية وتتفقان على توسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما. المرشحون لخلافة بوريس جونسون يلتقون في أول مناظرة تلفزيونية. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، أنا حور محمد، إلى اللقاء.